السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا طلاب الصف الثاني الإعدادي، درس جديد من دروس النحو. درس الأول كان بعنوان المعرب والمبني، والمعرب والمبني من الأسماء بالتحديد. النهاردة إن شاء الله يبقى درسنا بعنوان المعرب والمبني من الأفعال. المعرب والمبني من الأفعال درس غاية في الأهمية يا مستر. قبل ما تنت تذاكر الدرس دوت، محتاج تشوف الحلقة اللي احنا سجلناها بعنوان مراجعة النحو للصف الثاني الإعدادي. ليه؟ عشان احنا بنتكلم فيها على المضارع ونصبه ورفعه وجزمه. ده مهم جدا عشان تقدر اللي انت تذاكر الدرس ده. ايه المعرب المبني من الأفعال يا مستر؟ احنا عندنا الإعراب زي ما احنا قلنا، أفكرك ببساطة كده، وهو تغير الأواخر الكلمات مع تغير موقعها الإعرابي. الإعراب تغير في النطق، أما البناء فهو ثبات في آخر الكلمة رغم تغير موقعها الإعرابي في النطق، زي ما احنا ضربنا أمثلة في الدرس اللي فات. يا مستر احنا هنتكلم بقى المرة دي على الأفعال، وهنقول لك إن الأفعال عندنا في اللغة العربية ثلاث أنواع: مضارع وماضي وأمر. في اللغة العربية الماضي والأمر هي أفعال مبنية دائما، بمعنى إن هي لا يتغير شكلها مهما حدث ومهما جاء قبلها من كلمات أو أدوات. يا مستر أما الفعل المضارع فهو فعل معرب سواء كان في الثلاث حالات الأساسية بتاعته اللي هي الرفع أو النصب أو الجزم. يا مستر لكن الفعل المضارع له حالتين بيبقى مبني فيهم إذا اتصل بنون النسوة أو اتصل بنون التوكيد. كل الكلام ده أمثلة عليه شرحه، حل الأسئلة وإزاي بتيجي أسئلته في الامتحان هنقوله دلوقتي مع بعض، فخليكم معنا. وزي ما اتكلمنا في الشرح الإجمالي، تعالى على تقسيمة الأفعال وهنلاقي إن الفعل ما بين مضارع وماضي وأمر. طب مين فيهم معرب ومين مبني؟ هتلاقي إن المضارع معرب في الوقت اللي فيه الماضي والأمر مبنيين. طب هل احنا توقفنا عند كده بس؟ لا، ده خد بالك إن المضارع معرب ما عدا حالتين. زي ما اتكلمنا المعرب بيكون المضارع بيبقى معرب في كل الحالات ما عدا حالتين: إذا اتصلت به واحد نون النسوة الساكنة، اتنين نون التوكيد المفتوح. طبعا هنشوف أمثلة على الكلام ده. تعالى على الفعل المعرب، وبداية بتحدث على الفعل المضارع. فعل مضارع الذي لم تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد، لأن في الحالتين دول يا مستر في حالة اتصال نون النسوة أو نون التوكيد بيبقى فعل هيوة مبني، وهنشوف الأمثلة عليه وإعرابه. مثال عندنا: يعرف المسلم الحق. يعرف هتلاقي ان الفعل المضارع هنا هوت لم يسبقه اي أداة للنصب او للجزم، يبقى فعل مضارع مرفوع، وادي علامة الرفع الضمة. لن ينجح التلميذ الا بالاجتهاد. فعل المضارع قبل منه احدى ادوات النصب، فبيبقى منصوب به الفتحة، يبقى ده فعل مضارع منصوب. وزي ما احنا اتكلمنا في الإعراب والبناء ان الإعراب يتغير في شكل آخر الكلمة مع تغير موقعها الإعرابي. طبعا احنا هنتكلم دلوقتي على علامات النصب وعلامات الجزم في المضارع. 3. لا تهمل دروسك يا محمد. لا تهمل، أيوة شايف السكون ديت علامة الجزم تمام. ليه؟ عشان قبل منها لا، إن هي ودي إحدى أدوات الجزم، فهو فعل مضارع مجزوم بالسكون. ملحوظة، تعالى نتكلم أيوة على الفعل المضارع المرفوع. إمتى بيرفع الفعل المضارع؟ إذا لم يسبقه ناصب أو جازم. تم تقول لنا يا مستر إيه هي أدوات النصب وإيه هي أدوات الجزم؟ أدوات النصب أن، لن، كي، حتى، لام التعليل. أدوات ديت لو سبقت الفعل المضارع بيبقى منصوب. أدوات علامات النصب الفعل المضارع هيبقى منصوب بالفتحة أو منصوب بحذف النون زي ما هنشوف دلوقتي. أدوات جزم الفعل المضارع: لم النافية، لا الناهية،
لام الأمر. الأدوات ديت لما بتسبق الفعل المضارع بيبقى يا إما مجزوم بالسكون أو مجزوم بحذف حرف العلة أو مجزوم بالنون، حذف النون. تعالى على الفعل المبني. الفعل المبني بينقسم إلى واحد الفعل الماضي، فعل الماضي دائما فعل مبني. الفعل الأمر، والفعل الأمر دائما فعل مبني. الفعل المضارع في حالتين اللي اتكلمنا عليهم في بداية الدرس، أول حاجة عند اتصاله بنون النسوة بيبقى مبني على السكون زي ما نشوف دلوقتي. اتنين عند اتصاله بنون التوكيد، في الحالة دي يا مستر بنقول اللي هو فعل مضارع مبني على السكون في حالة نون النسوة، في حالة نون التوكيد مبني على الفتح. بداية تعال نتكلم على علامات بناء الفعل الماضي. كنا زمان في سنة في السنوات السابقة ليك، كنا لما يجي لك فعل ماضي كنا بنقول لك سيبه عشان لسه تتعلم طريقة إعرابه في سنة تانية إعدادي. طريقة بناء بقى الفعل الماضي، أول حاجة أول علامة للبناء الفتح. اتنين علامة بناءه الضم. تلاتة من علامات البناء السكون. طب يا مستر أنا إمتى أقول مبني على الفتح؟ إمتى أقول مبني على الضم؟ إمتى أقول مبني على السكون؟ هنشوف الكلام ده دلوقتي. الفعل الماضي بقى المبني، تعال نشوف علامات البناء، إمتى نقول على الفتح؟ إمتى نقول على الضم؟ إمتى نقول على السكون؟ بص على الجملة اللي قدامك، حضر خالد. اقرأ كده كلمة حضر وشوف تشكيل حرف الراء، هتقول حضر راء، تلاقي الراء مفتوحة. بدأت المحاضرة، بدأت. بص كده على تشكيل حرف الألف، احنا عندنا هنا نقطة لازم نوضحها لك، وهي لما أنا أسألك سؤال وأقول لك فين آخر حرف في الفعل، فأنت تكلمني على آخر حرف أصلي في الفعل. بمعنى إيه؟ الفعل بدأ بس كده، ده كده الفعل. ما ليه يا مستر التأديت؟ التأديت التأنيث، جميل. فلما اقول لك فين اخر حرف في الفعل تقول لي الالف. اقرا كده الفعل وشوف تشكيل الالف ايه. بدأت، هتلاقي ان الالف عليها فتحه. الاستاذان حضرا، فين اخر حرف في الفعل؟ ايوه الراء. ليه الراء يا مستر؟ عشان دي اخر حرف اصلي في الفعل، هتلاقي ان الراء دي عليها فتحه لما تيجي تنطق الفعل. بص حضر را را، حضر را مفتوح. يبقى يا مصر احنا خدنا من ثلاث أمثلة دول إن الفعل واحد لو لم يكن في الفعل الماضي ضمير، أو إذا اتصلت به تاء التأنيث، أو إذا اتصلت به ألف الاثنين، أيوة هيبقى مبني على الفتح. يبقى القاعدة بتقول في حالة اتصال الفعل الماضي بتاء التأنيث أو ألف الاثنين أو لم يتصل بضمير، في الحالة دي لما أجي أعربه في الامتحان هقوم قايل فعل ماضي مبني على الفتح، وظهر جدا الفتح في نطقنا للأفعال المختلفة. بص كده على المثال ده، التلاميذ جلسوا في الفصل. بص على الفعل جلسوا ده، فين آخر حرف في الفعل؟ أيوة الحرف الأصلي الأخير السين. وريني كده نطقك للسين وانت بتقرأ الفعل، هتقول جلس. السين فيها نوع من أنواع الضم، فعشان كده أيوة هنقول إن هو في حالة أهو اتصال الفعل بواو الجماعة، فإن هو بيكون مبني على الضم. هو دي الحالة الوحيدة اللي بيبنى فيها الفعل الماضي على الضم. إمتى بيبنى الفعل الماضي على الضم؟ في حالة إن هو يتصل بإيه مستر؟ واو الجماعة. ما لازلنا بنكمل الفعل الماضي علامات بنائه. بص كده على الفعل في الجملة ديت، جلس تو في الفصل، السين وهو الحرف الأصل الأخير في الفعل، اقرأ كده جلس تو وقفت على السين، يبقى يا مستر على طول ده سكون. أكلنا، لام الحرف الأخراني الأصلي يا مستر عليه سكون. المؤمنات حضرن، الراء هي الحرف الأخراني الأصلي للفعل. يا مستر في حالة اتصال الفعل بتاء الفاعل
نا دل على الفاعلين، نون النسوة. في تلك الحالة فإن الفعل الماضي يبنى على السكون. يبقى إمتى بيبنى الفعل الماضي على السكون؟ إذا اتصل به تاء الفاعل، إذا اتصل به نا دل على الفاعلين، إذا اتصل به نون النسوة. ده بالنسبة للفعل الماضي. يبقى الفعل الماضي بيبنى على الفتحة، بيبنى على الضم، بيبنى على السكون. متى يبنى على الضم؟ حالة وحيدة بس، إذا اتصل به أيوة واو الجماعة، ساعتها مصر أم قايل ده مبني على الضم. يبنى على الفتح إمتى مصر؟ في الثلاث حالات. أيوة إذا اتصل به تاء التأنيس، إذا اتصل به ألف الاثنين، إذا لم يتصل به ضمير. إمتى أقول مبنى على السكون؟ إذا اتصل به ها تاء الفاعل، ن الفاعلين، نون النسوة. تعالى على علامات بناء الفعل الأمر. طبعا الفعل الأمر له قاعدة مهمة جدا هنقولها مع بعض دلوقتي، وإن الفعل الأمر أنا باخد علامة بناءه من الفعل المضارع بتاعه، زي مصر الكلام ده. بمعنى لو أنت عندك فعل أمر، الفعل الأمر دوت بيبنى على علامة، بيبنى بيه علامة جزم الفعل المضارع. مثال مثلا علامات جزم الفعل المضارع زي السكون، زي حذف حرف العلة، زي حذف النون. بمعنى ايه؟ اللي انا لو انا عندي دلوقتي فعل أمر زي مثلا قلت لك اسمع الكلام. يا مصر فعل اسمع الكلام ده فعل امر مبني، بس مبني على ايه؟ على السكون ولا حذف حرف العله ولا حذف النون؟ هات الفعل المضارع بتاع اسمع، هتلاقي الفعل المضارع بتاع اسمع ها يسمع. طب لو يسمع دوت كان في حاله جزم، مثلا حطينا عليه اداه الجزم لم، في الحاله دي هتقول لي الفعل المضارع يسمع مجزوم بايه؟ ايوه مجزوم بالسكون. او ما انا بقى اخد السكون ديت كعلامه واجعلها بناء الفعل الامر ده، فلما اجي اعرب اسمع او قايل فعل امر مبني على السكون. عارف ازاي لو مبني على السكون يا مستر؟ عن طريق اللي انا قلت ايوه، جبت المضارع بتاعه، شفت علامه جزمه ايه يا مستر، جعلت علامه جزم المضارع هي علامه جزم الامر الخاص بي. مثال عندنا ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. بس كده مستر على المثال ده هتلاقي الفعل ادع، فعل دوت فعل امر، هكذا المضارع بتاعه ايوه المضارع بتاعه ايه يا مستر؟ يدعو. المضارع بتاعه يدعو اخره واو حرف عله، لو انا جزمته ها اللي هيحصل هشيل حرف العله، يبقى ده مجزوم بحذف حرف العله. يبقى لما اجي ابني فعل الامر بتاعه اقول ها فعل امر مبني على حذف حرف العله، فعل امر مبني على حذف حرف العله. ليه يا مستر؟ عشان المضارع بتاعه معتل الاخر، فحذفت حرف العله في حاله الجزم. اطع معلمك فيما يامرك به. اطع فعل الامر، فعل امر المضارع بتاعه ايه؟ اطع ها يطيع، يطيع. بص على الفعل يطيع ده، هتاخد بالك ان هو اخره ايه؟ عين. والعين دوت حرف صحيح ولا معتل؟ يا مستر ده حرف صحيح. والحرف الصحيح لما يكون في اخر فعل مضارع، فلما اجي اجزمه ايه اللي يحصل؟ يجزم بيه السكون. جميل، اقوم اخد بقى علامة السكون ديت وجعلها لي الفعل قطع الأمر، وقوم قايل فعل أمر مبني على السكون. ليه يا مستر؟ لأن مضارعه صحيح الآخر. الفعل المبني الأمر كذلك، لو أنا قلت لك اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب، إيه المضارع بتاع الفعل ده يا مستر؟ ها يذهبان. فعل اللي بيبقى آخره ألف ونون دي على طول اسمها أفعال خمسة. جميل، الأفعال الخمسة لما بتجزم بإيه يا مستر؟ بتجزم بحذف النون.
يبقى لما انا هاجي هعرب الفعل الامر ده اقول ايه؟ فعل مضارع مجزوم بحذف النون. ليه؟ لانه مضارعه من الافعال الخمسه. كذلك لو انا قلت لك المثال دوت، يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا الفعل المضارع بتاعه ايوه ياخذون، افعال خمسه هي واضحه اهي، يمصر بيجزم بحذف النون. يا مريم اسمعي كلام والديك، اسمعي هتلاقي ان من الفعل من الافعال الخمسه المتصل به ياء المخاطبه اللي هي ها تسمعين. يا مستر افعال الخمسه دايما بتجزم بحذف النون، عشان كده يا مستر اي فعل من دول هقوم قايل عليه فعل امر مبني عليه يا مستر على حذف النون. الفعل المبني، احنا قلنا الفعل المبني عندنا يا مستر اللي هو الفعل الماضي، وقلنا علامات بنائه، وقلنا الفعل الامر وازاي نبنيه عن طريق طبعا اللي احنا ناخد علامه جزم المضارع الخاص بيه. اخر حاجه عندنا في الفعل المبني وهو الفعل المضارع. بس يا مستر احنا قلنا ان الفعل المضارع بيبقى مبني في حالتين بس، هم يا مستر واحد اذا اتصلت به نون النسوه زي المثال اللي عندنا دوت، المعلمات تشرحن الدرس. اتصاله بدون النسوة هتخليه مبني على ايوه بين هي السكون، فعل مضارع مبني على السكون. يبقى لو انا سألتك ليه يا مستر الفعل دوت المضارع دوت مبني، هيبقى ردك الآتي: يا مستر بسبب اتصاله بنون النسوة، اتصاله بنون النسوة هو اللي جعله مبني. والله لا صومن رمضان، تسمى نون التوكيد. نون التوكيد يا مصر بتجعل الفعل الماضي المضارع مبني، هنقول فعل مضارع مبني على الفتح. يبقى احنا في حاجة لازم نتعلمها دلوقتي، ان الفعل المضارع بيبنى على حاجتين، الفعل المضارع بيبنى على علامتين، بيبنى على السكون وبيبنى على الفتح. امتى بيبنى على السكون يا مصر؟ في حالة اتصاله بنون النسوة. بيبنى على الفتح امتى يا مصر؟ في حالة اتصاله بنون التوكيد. دايما نذكر نفسنا ونقول نون النسوة الساكنة، نون التوكيد المفتوحة. طبعا ملخص بقى للي احنا قلناه، هنقول القاعدة ان الفعل المعرب هو الفعل المضارع الذي لم تتصل به نون النسوة او نون التوكيد. في حالة ان الفعل الماضي اول جزء فيه هو الفعل الماضي المبني طبعا، واحنا قلنا بيبنى على الفتح زي ما احنا شرحنا في الامثله، اذا لم يتصل بشيء اتصلت به الف الاثنين، اتصل بتاء التانيث. طب امتى يا مستر قول اللي هو مبني على السكون؟ اذا اتصلت بتاء الفاعل، ان الفاعلين نون النسوه، في الحاله ديت بقول اللي هو مبني على السكون. يا مستر الفعل المبني الفعل الامر رقم اثنين من الافعال المبنيه بيبنى على السكون اذا لم يتصل به شيء، ويبنى على حذف النون اذا اتصلت به الف الاثنين او واو الجماعه وياء المخاطبه ايوه المضارع بتاعه جدع. فعل المضارع المبني دوت اخر حاجه في فعل المبني طبعا بيبنى على السكون في حاله اتصاله بنون النسوه زي ما قلنا، ويبنى على الفتح في حاله اتصاله بنون التوكيد. جدول إعراب الفعل المضارع غاية في الأهمية يا مستر، لأن زي ما في جدول إعراب الأسماء عندنا جدول إعراب الفعل المضارع بيحوي كل علامات إعرابه. وهنبدأ بالفعل المضارع صحيح الآخر، يعني اللي آخر حرف في الفعل فيه صحيح، بيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. أنت لو عندك فعل مضارع، مثال لو أنا عندي الفعل مثلا اللي استخدمناه يسمع، يسمع لو هو في حالة الرفع هيبقى مرفوع بالضمة، لو هو يا مصر قبل منه أداة نصب وليكن مثلا لن يبقى منصوب بالفتحة، لو قبل منه أداة جزم مثلا لن زي لم زي الأداة لم فإنه بيجزم به السكون. المعتل الآخر بيرفع بالضمة بينصب بالفتحة ويجزم به حذف حرف العلة. لو أنا قلت لك مثلا مثال عندي يعطي، يعطي الفعل ده لو انت اخدت بالك اخره ياء، والياء من حروف العلة الالف والواو والياء، ففي حالة الرفع هيبقى مرفوع بالضمة،
في حالة النصب هيبقى منصوب بالفتحة. نيجي على حالة الجزم، هنشيل هنا طبعا حرف العلة ونقول يعط، وهيبقى مجزوم به حذف حرف العلة. معتل الوسط، معتل الوسط بيرفع بالضمة، بينصب بالفتحة، بيجزم بالسكون. امال ايه يا مستر، ايه المشكلة فيه؟ المشكلة فيه ان انت لو انا قلت مثلا فعل معتل الوسط زي الفعل مثلا يقول، فعل يقول دوت هتاخد بالك ان هو بيجزم بالسكون في حالة الجزم، لكن يا مستر حرف العلة دايما عندنا في اللغة العربية بيبقى اصلا عليه سكون. لو انت خدت بالك في هنا سكون وهنا سكون، ما ينفعش عندنا في اللغة العربية يلتقي ساكنين، عشان كده لازم نشيل حرف من الاتنين دول. الحرف الاضعف اللي احنا نقدر نشيله هو حرف الواو، فتلاقينا بنقول يقل. يبقى يا مستر احنا بنقوله لك عشان بس حالة الجزم هو بالسكون، بس تاخد بالك اللي انت تشيل حرف العلة قبل الاخير. الافعال الخمسة ما اختتمت بواو الالف الاثنين او ياء المخاطبة او واو الجماعة بترفع بثبوت النون في حالة ان هي بتنصب وتجزم بحذف النون. يا مستر طبعا زي ما احنا وضحنا في الامثلة السابقة. الملاحظة هي المهمة، الفعل المعتل الوسط عند الجزم يراعى حذف حرف العلة منعا لالتقاء الساكنين يقل. يا مستر الفعل كان اصلا زي ما احنا قلنا فوق هنا كان ايه؟ يقول، بس لما احنا حطينا جزمناه بالسكون يا مستر هيبقى فيه هنا سكون وهنا سكون، فيجب ان احنا نشيل الواو والحرف الاضعف، فهيبقى بالمنظر دوت يقل، لكن افتكر ان هو هيجزم بالايه؟ بالسكون. تعال بقى تدريبات وتطبيقات على درس إعراب وبناء الأفعال. ضع مكان النقط فيما يأتي فعلا مبينا مبنيا واذكر علامة بنائه. مبني يعني يا مستر عندك حاجة من ثلاث، يا فعل أمر، يا فعل ها ماضي جدع، يا فعل أيوة مضارع في حالتين. ايه هو المضارع اللي في الحالتين؟ يا اما يا مستر في نون ايوه النسوه، يا اما نون التوكيد. افتكر ان دول العلامات الافعال المبنيه فقط. الجنود المصريون نقط ارواحهم دفاعا عن كرامتنا، ممكن نقول هنا الجنود المصريون قدموا قدموا. واسالك ايه هي علامه البناء؟ هتلاقي ان ده فعل ماضي، فعل ماضي اخر حرف فيه اصلي هو الميم، بسبب اتصاله بواو الجماعة هيبقى مبني على الضم. والله نقط واجبي على خير وجه، لما انا اشوف قسم يبقى لازم على طول الجملة اللي تيجي هنا يبقى فيها نون توكيد مفتوح، فعل اللي يجي هنا على طول. فقول مثلا والله لا مثلا اكتب مثلا واجيبي على خير وجه، فهم قايل اكتبن، واخد بالك الفعل زي ما هو عادي اهو، بس ضفنا عليه نون التوكيد المفتوح. يبقى لو انت شفت قسم على طول لازم تحط نون توكيد مفتوح. اسالك ايه علامه بنائه؟ هتقوم قايل لي علامه بنائه الفتح الاتصال بنون التوكيد المفتوح. نقط اطهره في الجو، طبعا المثال واضح اللي انت هتقول طارت الطائرة في الجو. انا عملت هنا السكون على التاء ليه؟ لان دي تاء التأنيث، بس السكون ده مش علامة بناء الفعل الماضي، لان اخر حرف اصلي هو الراء، فلما اسألك اقول لك طارت الطائرة في الجو انت كده حرف الراء ده هتقول لي طار را 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 رت ايوه مفتوح، يبقى ده فعل ماضي مبني على الفتح ليه يا مصر؟ لاتصاله بتاء التأنيث. لن نقط عن ركب الحضارة. مصر لو انت حطيت هنا فعل ولنفترض مثلا قلت نتخلف مثلا، نتخلف مصر كده مضارع مبني ليه؟ مفيش حاجة هي تبني، المضارع معرب، اسف فعل مضارع معرب، مفيش حاجة تبني، فانت لازم تحط فيه حاجة تبنيه. ايوه هتستخدم نون التوكيد المفتوحة، فنقول لن نتخلفن، فلما تحط نون التوكيد المفتوحة
تخليه كده بقى ايه، فعل ماضي مبني. اسالك علامه بناء ايه، هتقول لي مبني على الفتح، المسلمات نقط على الحجاب. لما تلاقي جمع مؤنث حط الفعل المضارع اللي بعد منه على طول، على طول في نون نسوه، فتقول المسلمات يحافظن على الحجاب. اسالك دوت علامه بناءه ايه، فتقوم انت قايل لي علامه بناءه السكون لاتصاله بنون النسوه الساكنه. استخرج كل فعل مبني فيما ياتي مع بيان السبب. يا غلام اتق الله في والديك، هتقول لي اتق دوت يا مستر ده فعل مبني. ليه فعل مبني؟ هتقول لي لانه، ايوه لانه فعل امر وكده ده سبب بناؤه. المدرسات تعطفن على التلميذات، يا مستر ايوه تعطفن دوت فعل مبني. ليه؟ هتقول لاتصاله بنون النسوة وكده تخليه سبب بناؤه، يبقى دوت مضارع. ايوه مضارع يا مستر، بس مضارع مبني ليه؟ مضارع مبني لاتصاله بنون النسوة. انتصرت مصر في معركة العبور، ده الفعل. ليه؟ مبني؟ تمام، لأنه فعل ماضي بس كده، ده كافي ان هو يكون سبب لبنائه. والله لأخدمن قسم في البداية ونون توكيدي، يبقى مصر ده الفعل المبني، هتقول لاتصاله بنون التوكيد. لم ينجح في الامتحان بتفوق إلا المجتهد. مستر في هنا فعل مبني ينجح؟ غلط. ليه يا مستر؟ لأن ينجح دوت معرب، مفيش أي علامة للإيه؟ لبنائه. يبقى يا مستر الجملة ديت لا يوجد فيها فعل مبني، يبقى تاخد بالك. الجمله ديت ممكن توقعك. طبعا انا جايبها لك هنا في التدريبات عشان اشوفك انت مركز ولا لا. هتقول لي هنا يا مستر مفيش فعل مبني اصلا، لان الفعل الوحيد الموجود هنا ماله يا مستر؟ فعل معرب عادي، فعل مضارع مجزوم. تخير كده الاجابه الصحيحه. قال تعالى في القران الكريم والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. الولد لازم تكون رضاعته لمده سنتين، حولين يعني عامين. كلمه يرضعن فعل مضارع مجزوم بالسكون، مبني على السكون، مبني على الفتح. طب واحده واحده كده، لو انت بصيت على الفعل دوت اول حاجه هتلاقيه فعل مضارع. جميل، اول حاجه قدامي ده فعل مضارع. فعل مضارع قبل منه جمع مؤنث وفي اخره نون، يبقى دي اسمها نون ايه؟ نون النسوه. تمام. طب يا مستر لما يتصل الفعل المضارع بنون النسوه يبقى مبني على ايه؟ ايوه تمام، مبني على السكون. دايما نقول كده نون النسوه الساكنه عشان نفكرك ان الفعل المضارع المتصل بنون النسوه يبقى بيبنى على السكون. أراد فعل ماضي مبني على إيه؟ في الآية الكريمة. لو أنت أخدت بالك إن الفعل الماضي ده مش متصل به أي ضمير، وعدم اتصاله بأي ضمير بيجعله على طول مبني على الفتح. يتم فعل مضارع منصوب بالفتحة مبني على الفتح مجزوم بأن. أول حاجة كلمة مجزوم بأن، أنت مفيش عندنا حاجة اسمها مجزوم بأن. يبقى يا إما منصوب بالفتحة يا إما مبني على الفتح. بص كده قبل الفعل المضارع هتلاقي إيه؟ أن. وأن دي من أدوات هيوة نصب الفعل المضارع، تمام. يبقى ده فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. اعرب كده ما تحته خط اذهب بين الحدائق وتنقل بين أزهارها تحس بعظمة الله. اذهب ده طبعا فعل امر، عشان لو دوت اصلا فعل مضارع، خد بالك بس ايه اللي عرفني ان ده فعل امر؟ ان مستر مفيش هنا همزه، قاعده
همزة القطع وألف الوصل، إن يا مستر دوت لو كان فيه همزة كان هيبقى فعل مضارع، لكن عدم وجود همزة فيه بيخليه فعل أمر. طب أنا عاوز أشوف دوت فعل أمر، فعل الأمر دايما وأنا مغمض كده أقوم قايل فعل أمر مبني على، وأسكت وأسأل نفسي اذهب، فعل أمر المضارع بتاعه الفعل أيوه يذهب. لو يذهب ده كان مجزوم واخره حرف صحيح كان هيبقى مجزوم بالسكون، اقوم انا اخد السكون ديت واقوم انا جعلها علامه بناء الفعل دوت، اقوم قايل فعل امر مبني على السكون. تنقل فعل امر برضو، فعل امر واقوم قايل فعل امر مبني على، واسال نفسي تنقل الفعل المضارع بتاعه يتنقل اخره يا مستر حرف صحيح يبقى يجزم على السكون، يبقى مبني على السكون، أمر مبني على السكون. تحس، تحس مضارع جميل، قبل منه أي أداة؟ مفيش أي أداة، يبقى ده يا مستر مضارع مرفوع على طول، ولأنه صحيح الآخر مضارع مرفوع بالضم. الأمهات تربين الأبناء، جمع مؤنث في بداية الجملة، فعل مضارع اخره نون، على طول يبقى يا مستر دي نون نسوة، يا مستر ونون نسوة لما تتصل بالفعل المضارع ام قايل يا مستر على طول فعل مضارع ماله يا مستر مبني على السكون. لو سألتك ليه هتقول لاتصاله بنون النسوة الساكنة. نالت المتفوقات اعلى الدرجات، نالت فعل ماضي في تاء التأنيث، تاء التأنيث لما تتصل بالفعل الماضي على طول يبقى مصر مبني على الفتح، أو قايل يا مصر نالت فعل ماضي مبني على الفتح. والله لا أصومن رمضان، قسم في بداية الجملة نون في الفعل المضارع، يبقى مصر دي على طول نون توكيد وانت مغمض، هتقوم قايل اعربه يا مصر فعل ماضي مبني على الفتح. ايه السبب يا مستر؟ لاتصاله بنون التوكيد المفتوح. السؤال دوت طبعا غاية في الأهمية، لأن بيجي لك في الامتحان دايما يقول لك مثلا اجعل الفعل يهتدي مبني في جملتين وغير ما يلزم. تاخد بالك من نقطة، اوعى عشان تخلي الفعل المضارع يهتدي مبني تقوم انت مخليه ماضي او مخلي الفعل امر، اوعى غلط. انا مش بجيب لك السؤال دوت عشان تحوله لي الماضي او امر وتقول لي اهتدى او اهتد، لا يا مصر. الفكره ان انت عشان تجعله مبني بجملتين صح محتاج تحط فيه نون النسوه الساكنه او نون التوكيد المفتوحه، هي دي اللي تخليه فعل مبني صح يا مصر. عشان أضيف عليه نون النسوة الساكنة أو نون التوكيد المفتوحة عشان يبقى مضارع مبني، لازم ناخد بالنا من نقطة معينة، إزاي إحنا بنحوله لمبني عن طريق إضافة نون النسوة ونون التوكيد. تعالى كده على الشريحة الفاضية ديت هنشرح نقطتين مهمين. واحد، إضافة نون النسوة. عشان أمصر أضيف نون النسوة لفعل مضارع لازم يبقى الجملة فيها بعض الإضافات اللي أنا لازم أحفظها. أول حاجة، لازم الجملة تبقى مبتدئة بجمع مؤنث، لازم الجملة تبتدي بجمع مؤنث، وبعد كده هحط الفعل بتاعي عادي خالص، وبعد كده هحط نون النسوة الساكنة بتاعتي. اديني مثال يا مصر، لو أنا بقول لك مثلا الفعل بتاعي مثلا يسمع، خليه لي مبني بإضافة نون النسوة الساكنة، هقول مثلا البنات يسمعن الخير. يا مستر جمع المؤنث اهوت مهم جدا، نون نسوة ساكنة وعليها سكون علامة البناء يا مستر، كده يبقى الفعل فعلا بقى مبني على السكون. لازم احفظ كده كلمة البنات، ضيفها دايما قبل نون النسوة الساكنة يا مستر. لو عاوزه مبني على الفتح احط نون التوكيد المفتوح. قال لك بس عشان تضيف عليه نون التوكيد المفتوحة في بعض الإضافات لازم تضيفها في الجملة ولازم تحفظ الشكل ده. أول حاجة هتضيف قسم، والقسم هنخليه بكلمة والله، وبعد كده
هتحطي لام اسمها لام التوكيد، وبعد كده هتحطي الفعل، وفي النهاية تحط عليه نون التوكيد المفتوح. لو أنا مستر هكتب مثلا كلمة يسمع، عاوز أخليها مبنية على الفتح، يا مستر رقم واحد هحط القسم اللي هو والله، اتنين يا مستر هحط لام التوكيد، هضيف الفعل بتاعي يسمع اهو، هحط في اخره نون التوكيد المفتوحة، اقول والله ليسمعن الكلام. عملت ايه يا مستر؟ ضفت القسم والله، لام توكيدة هيت موجودة، وفي الاخر حطيت الفعل زي ما هو واضفت عليه نون التوكيد المفتوحة. يا مستر ولكن عندنا ملاحظة مهمة جدا. ايه الملاحظة المهمة دي يا مستر؟ لو انا عندي فعل ناقص. يعني ايه يا مستر فعل ناقص؟ يعني فعل معتل الاخر. يا مستر الفعل المعتل الاخر هتاخد بالك من نقطة، ولنفترض هناخد مثال عندي فعل مثلا يعطي. الفعل يعطي ده يا مستر اخره حرف علة اللي هو الياء. حرف العلة بطبيعته يا اولاد بيبقى عليه سكون. طب تخيل لو انا ضفت عليه نون النسوة الساكنة، اصبح عندي اتنين سكون، ودي مشكلة عندنا في اللغة العربية، فلازم احذف حرف من الاتنين الساكنين. طبعا الياء هي الاضعف، فلازم لما تجيب فعل معتل الاخر مثال يعطي هتحطه في نون النسوة. يا مستر هقول مثلا البنات تقوم انت، لازم تحذف حرف العلة، تقوم قايل يعطينا مثلا الفقراء، وانت هتعوض عن الياء المحذوفة دي بكسرة تحت الطاء عشان دليل الياء المحذوفة والنطق يبقى سليم، البنات يعطينا الفقراء. الكلام ده بس بنعمله مع نون النسوة يا مستر، مع نون النسوة بس، ما بيتعملش الكلام ده مع نون التوكيد. ليه يا مستر؟ لو انا قلت مثلا الفعل يعطي ده اللي عندنا، يعطي حرف علة في الاخر عليه سكون، لو انا ضفت عليه نون التوكيد المفتوحة يا مستر هيبقى فتحة وبعد قبل منها سكون، مفيش مشكلة عادي خالص. يبقى تاخد بالك من الملاحظة دي، الفعل الناقص الفعل المعتل الاخر يا مستر لازم تاخد بالك ان الفعل دوت يكون اخره حرف علة، هتحذف حرف العلة دوت لما تضيف عليه نون النسوة الساكنة منعا لالتقاء الساكنين. نرجع كده للسؤال بتاعنا، عاوز اخلي الفعل يهتدي مبني، هحط عليه نون نسوة ساكنة، هضيف عليه نون نسوة ساكنة او نون توكيد مفتوح، مش هعمله ماضي او امري، افتكر دايما الامر ده. هحط عليه نون النسوة الساكنة، زي ما احنا قلنا لازم تضيف عليه اول الجملة جمع مؤنث، ولنفترض كلمة البنات، وبعد كده اقوم حاطط الفعل بتاعي، بس هاخد بالي ان الفعل بتاعي ماله يا مستر؟ معتل الاخر، فهشيل حرف العلة واحط نون النسوة الساكنة، ويا مستر هحط كسر على الدال دليل الياء المحذوفة، اقول البنات يهتدين. يا مستر طب لو انا عاوز اجعله مبني على الفتح احط نون التوكيد ازاي؟ زي ما احنا قلنا نبدأ بالقسم والله، واحط لام التوكيد، ما تنساش لام التوكيد، واقوم حاطط الفعل عادي خالص زي ما هو، ويا مصر اضيف له نون التوكيد المفتوح. يا مصر بس انت سبت حرف العلة، مش مشكلة عادي خالص يا مصر، لان دي ياء ساكنة وبعد منها نون مفتوحة، فمفيش اي مشكلة. جمع مؤنث قبل نون النسوة الساكنة في الفعل المضارع، قسم ولام توكيد قبل الفعل المضاف عليه نون توكيد مفتوح. طب لو انا قلت لك اعرف ده يا مصر، هتقولي يهتدين، ها ايوه الفعل المضارع دوت ماله يا مصر؟ الفعل المضارع دوت هي مبني على ايه؟ مبني على ايوه السكون، صح. عشان كده دايما بقول فكر نفسك وقول نون النسوه الساكنه، نون النسوه الساكنه، عشان تعلق معاك اللي هو مبني على السكون. طب الفعل ده يا مستر المبني المضاف اليه نون التوكيد المفتوحه، هتقوم قايل يا مستر فعل مضارع مبني على ايوه الفتح، نون التوكيد المفتوحه. دايما تفكر نفسك دي الكلام ده. خلصنا على خير درس المعرب والمبني من الافعال، وبكده يبقى احنا خلصنا درس الاعراب والبناء كامل، سواء في الاسماء او الافعال، درس غايه في الاهميه جدا. اول اسئله النحو في القطعه في امتحان نص السنه
دايما بتبقى استخرج اسم مبني، اسم معرب، فعل مبني، فعل معرب، الانواع، الاعراب والكلام ده. فلازم كل شويه تراجع الدرس دوت وتحل عليه. ان شاء الله هنزل لك اسئله اضافيه على الدرس دوت، مهم جدا. لو في اي استفسار، اي تعليق، اكتب لنا في التعليقات. ان شاء الله هكون معاكم احللكم التعليقات ديت او الاستفسارات ديت. ان شاء الله اكتب على اليوتيوب، اكتب على الفيسبوك، هكون معاكم على طول. لو في اي درس فاتك او استراجع اي درس، هيبقى موجود في قائمه التشغيل في قناه الاسكولا الصف الثاني الاعدادي. كان معاكم مستر احمد قاصد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.